على البري ستريس بيبقى مقلوب شكل الكابل او مقلوب العزم الخارجي وقيمته البي في الاي. كلام منطقي خالص، لان انت لو عندك عزم خارجي فانت عامل اصلا البري ستريس عشان عزمه يبقى عكس العزم الخارجي، وبالتالي يبقى شكل العزم بتاع البري ستريس اكيد عكس شكل الكابل او عكس شكل العزم الخارجي. طب قيمته بكام؟ قيمته البي في الاي. وهنفهم الكلام ده كمان شويه. ده كده ملخص السكشن اللي فات اللي كنا قلناه السكشن اللي فات. فتعال نبدا كده بمثال يلمنا الثلاث مطالب الاولانيين دول اللي هم الاسترينج اكشن والايكوفالنت لود والديفليكشن. فتعال كده يا باشمهندس مثال اهو. الراجل في المثال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده شكل الكابل هو مقترحه، وبعد كده بيقول لك الداتا بتاعتنا ايه؟ ان قوه الضغط اللي في الكابل ده 1000 كيلو نيوتن. يعني الكابل ده بينضغط بقوه ضغط اسمها بي اي. قوه الضغط دي اللي هي جوه الكابل بعد الفواقد بقى وبعد كل حاجه قيمتها 1000 كيلو نيوتن. طب والاي بكام؟ الاي اللي هي الكسر الايه؟ بنص متر. سعادتك الكلام ده مش هنحسبه، كل ده بيبقى جيفن. البيم كروس سيكشن يعني لو انت خدت قطاع في الكاميرا من جوه كده، القطاع على الكاميرا دي ابعاده 250 ملم في 1000 ملم، والاف اس يو ب 30 ميجا باسكال. مطلوب من سعادتك الطالب مطالب اللي قدام من شويه، ارسم الاسترينينج اكشن الناتجه من البري ستريس، احسب الايكوفالنت لود يعني حط حمل مكافئ يعمل نفس تاثير البري ستريس على الكاميرا، احسب الديفليكشن والكامبر. طب تعالى كده يا باشمهندس اول حاجه نحسب يعني ايه، او نشوف ايه الحاجات اللي احنا بنحسبها في الاسترينينج اكشن. في الاسترينينج اكشن بحسب ثلاث حاجات او برسم ثلاثه دايجرامز، برسم النورمال فورس دايجرام والشيرنج فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. انا برسم ثلاث حاجات، الحاجات دي الناتجه من البري ستريس. طب احنا خدنا قاعده من شويه ان افضل او دايما شكل المومنت الناتج من البري ستريس هو عكس شكل الكابل وقيمته البي في الاي. خدنا الكلام ده لسه قايله لك، شكل عزم البري ستريس عكس الشكل بتاع الكابل ده وقيمته تساوي البي في الاي. طب سعادتك مش فاهم ده، بص كده المثال ده. لو انا عندي كاميرا وعندي البي او عندي الكابل تحت اهو وعلى مسافه ايه وكابل مستقيم، ودي كده قوه الضغط اللي جوه الكابل. بص بقى، لو سعادتك خدت سيكشن في اي حته في الكاميرا هتلاقي ان قوه الضغط اللي في الكابل دي بتعمل مومنت عامل كده، بيضغط تحت ويشد فوق، نتيجه انك نقلت القوه دي بقوه للسنتر وعزم. العزم ده قيمته كام بقى عشان يتنقل للسنتر؟ بي في الاي. يبقى العزم ده بي مضروبه في الاكسنتريستي، وهنا الحمل قيمته بي، يبقى القوه اللي اسمها بي ده ايه؟ شلتها خالص واستعوضت عنها بقوه اسمها بي بتاثر في السنتر، وعزم قيمته البي في الاي بيشد دايما لفوق. لو خدت قطاع في اي حته في الكاميرا هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي دايما البي ده ايه؟ خد مثلا قطاع هنا اهو، هتلاقي البي اهي وبعيد عن هنا اكسنتريستي. عشان تتنقل للسنتر هعمل ايه؟ عشان تتنقل للسنتر هتتنقل بقوه وهتتنقل بعزم، القوه قيمتها بي والعزم قيمته البي في الاي. يعني دايما الكاميرا ده ايه؟ حاسه بعزم سالب ناتج من البي اللي جوه البري ستريس. قيمه العزم ده كام؟ بي في الاي. في اي سيكشن في الكاميرا نفس العزم بالظبط. فلو عايزين نرسم العزم نتيجه البري ستريس هتلاقي ان العزم هنا دايما مستطيل لفوق لان دي لسام لفوق، ودايما قيمته ثابته بي في الاي. طب ده يفكرك بمين؟ ده يفكرك بشكل الكابل. ما الكابل اساسا كان عامل شكل مستطيل اهو، يعني الكابل ذات نفسه كان عامل لك شكل مستطيل لتحت اهو، بص كده اهو في الكاميرا. وبالتالي يا باشمهندس يبقى القاعده بتاعتنا دي شغاله فعلا، شكل العزم الناتج من البري ستريس مقلوب شكل الكابل. ده كان مستطيل لتحت، ده هيبقى مستطيل لفوق. طب وقيمته كام؟ البي في الاي اهي. طب انا قلت لك من شويه ان القوه دي هتنقل بقوه وهتنقل بعزم، العزم رسمناه. طيب القوة دي بتعمل ايه على القطاع؟ لو حطيت ايدك كده عند الكاميرا هتلاقي ان القوة دي بتضغط على ايدك، فالقوة دي بتعمل نورمال فورس. طب هل في اي قوة على الكاميرا بتعمل شير فورس؟ اي قوة من البري ستريس؟ خد بالك انا برسم الاسترنج اكشن نتيجة البري ستريس بس. في اي قوة على الكاميرا نتيجة البري ستريس بتعمل شير فورس؟
لا، لان القوه دي اتنقلت بنورمال، بس مفيش قوه من البريس تريست عامله كده. القوه اللي بتعمل شير على القطاع هي القوه اللي بتوازي القطاع، فمفيش قوه اصلا من البريس تريست عامله كده خالص، مفيش قوه رئيسيه. فيبقى الشيرنج فورس بكام والنورمال فورس بكام؟ قال لك النورمال فورس قوه ضغط قيمتها بالسالب عشان هي ضغط وقيمتها بالبي. طب والشير؟ قال لك الشير نتيجه ان الكابل مستقيم، فالشير بتاعك مفيش اساسا اي قوه رئيسيه، ده النورمال او البي دايما بتاثر نورمال بس، فيبقى الشيرنج فورس بصفر. يبقى يا باشمهندس المثال ده بيفهمك بس يعني ايه البي في الاي، جبناها منين، ليه العزم افضل شكل، او ليه العزم دايما شكله بيبقى عكس شكل الكابل، وليه الكاميرا عليها نورمال بس وما عليهاش شير. نتيجه البري ستريس الكاميرا عليها نورمال بس وما عليهاش اي قوه بتعمل شير. حد عنده اسئله في ده يا جماعه؟ لا حياة انتوا الناس معايا. طيب معاك هندسة، معاك تمام. حسن اهو ماشي، حد عنده اسئله ولا هي ولا انت بتقول اه اهو؟ لا تمام والله، الدنيا سهلة يعني. طيب انا عارف يا عم ده سهل. طب تعال نطبق الكلام ده في المثال بتاعنا بقى. كمل بس عشان نلحق نفطر. ولا اظبط كده يالا. انا بص حاضر مش شايف حاضر قدامي، انت سامع صوته عامل ازاي؟ ايه ده كده؟ لو عايزين نرسم الاسترينج اكشن ديو تو بري ستريس، فعايزين نرسم المومنت واقف في المثال بتاعنا ده. فقلت لك المومنت بياخد عكس شكل الكابل، يعني ده مثلث لتحت يبقى المومنت مثلث لفوق. طب القيمه كام؟ بي في الاي. في المثال كان مديك البي ب 1000 والاي بنص، فيبقى 1000 في نص ب 500. طب عايز ارسم الشير، تعالى كده بص معايا، ركز معايا. قوة الضغط دايما بتبقى مايلة مع الكابل، يعني هنا الكابل ده بيتضغط بميل كده. كان المرة اللي فاتت كابل مستقيم فكانت قوة الضغط ايه؟ مستقيمة. طب نتيجة ان القوة مايلة كده، مش دي عشان تأثر على القطاع هتتحل القوة الرئيسية وقوة أفقية؟ قال لك اه، يعني كده المفروض يبقى في شير. طب ما تيجي نشوف كده يا باشمهندس الحتة دي لو رسمناها وكبرناها هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تعالى نرسمها تحت. لو جينا الحته دي كبرناها كده وقلت لك القوه بتبقى مايله مع الكابل، وزاويه الكابل ده اسمها سيتا، وبالتقابل بالراس دي زيها برضه اسمها سيتا، دي اسمها سيتا ودي اسمها سيتا برضه. زاويه ما بين الكابل دي بتبقى صغيره خالص، قد ايه؟ ده بحر بكاميرا 16 متر والايد اهي بنص متر، فالزاويه دي تكاد تكون بصفر، مفيش اصلا ميل، فالسيتا دي تقريبا بتساوي صفر. طب البي ده هي يا باشمهندس هتتحل ازاي؟ هتتحل الأفقية قيمتها البي كوساين سيتا، وهتتحل الرأسي البي ساين سيتا. البي كوساين سيتا هتعمل ايه على القطاع؟ نورمال. البي ساين سيتا هتعمل ايه على القطاع؟ شير. طب انا قلت لك السيتا من شوية بكام؟ السيتا تقريبا تقول للصفر، لأن الميل بتاعك ده نص متر والاسبان ده كله 16 متر، فزاوية الميل ده صغيرة خالص. طب السيتا لو بتساوي صفر الساين بتاعها بكام والكوساين بكام؟ قال لك بقى من الرياضة الكوزاين سي الصفر بواحد والساين صفر بصفر والتان صفر بصفر. يعني الكوزاين صفر بواحد يعني القيمة دي هتبقى البي في واحد تبقى بي، الساين صفر بصفر يعني الساين سيتا دي بصفر يعني البي بصفر بصفر. يعني حتى لو الكابل مايل فالتحليلة الرأسية برضه هتساوي صفر لأن الزاوية صغيرة، يعني هتبقى برضه الكاميرا ما عليهاش شير. طب والنورمال؟ بي كوزاين سيتا وكوزاين الصفر بواحد هتبقى برضو بي، يعني حتى لو الكابل مايل فيبقى النورمال اللي على القطاع بي والشير اللي على القطاع بصفر برضو لان الزاويه صغيره. فيبقى يا باشمهندس دايما الشير اللي على اي قطاع ناتج من قوه البري ستريس لو كان حتى الكابل مايل او الكابل افقي هيبقى الشير بصفر. طب وبالنسبه للنورمال؟ دايما النورمال هيبقى القاعده بتاعته ان هو قوة الضغط اللي بتأثر على السيخ أو على الكابل وبتبقى بالسالب، والشير والنورمال دايما ثابتين في أي مثال. يبقى اللي بيتغير في الأمثلة مين؟ المومنت بس. الشير دايما بصفر والنورمال فورس ده دايما بالسالب وسالب 1000 سالب القوة اللي عندك، والمومنت هو اللي بيتغير بياخد عكس شكل الكابل اللي عندك. حد عنده سؤال ده يا جماعة؟ والله انا حاسس ان الدرس ده كان درس ثانيه، عيب والله دي فراوه.
طيب كام كده معايا؟ رسمنا كده مين؟ البريست، رسمنا الستريننج اكشن، نيجي للبريست ريس. الخلاصه المومنت عكس شكل الكابل وقيمته بالبي في الاي، الشير بصفر، النورمال بقيمه البريست ريس فورس بالسالب، دايما نورمال. طب تعال نكمل كده، عايزين بقى نحسب تاني حاجه، الايكويفالنت لود ديو تو بريست ريسنج. يعني ايه الايكويفالنت لود؟ قلت لك ده حمل بحطه على الكاميرا بيديني نفس الستريننج اكشن او نفس العزم الناتج من البري ستريس. يعني ايه؟ يعني لو سعادتك عندك ده العزم الناتج من البري ستريس، توقع بقى ان ده العزم اللي كان ناتج من الكابل بتاعنا عكس شكل الكابل كان المثلث لفوق، ايه الحمل اللي حطه على الكاميرا يعمل نفس شكل العزم ده؟ يعني لو الكاميرا بتاعتك اهي، عايز احط حمل يعمل نفس شكل العزم ده بالظبط، ده العزم هنا مكسور كسره واحده وطالع لفوق. طب ايه الحمل اللي احطه على الكاميرا يعمل الشكل ده يا باشمهندس؟ انك تحط حمل مركز، الحمل المركز ده هيعمل نفس شكل العزم ده بالظبط، فده بنسميه الحمل المكافئ للبريستريس. حمل يتحط على الكاميرا يعمل نفس شكل العزم الناتج من البريستريس. اجيبه ازاي؟ استنتجه ازاي؟ ارسم الاول شكل العزم الناتج من البريستريس، وافكر بقى شكل العزم اللي برسومه قدامي ده كان هيبقى اصله حمل عامل ازاي؟ ده هنا مثلث، فيبقى شكل الحمل اللي يدي نفس الحمل نفس العزم المثلث ده انه يبقى حمل مركز في النص ومن تحت لفوق عشان يدي العزم كده لفوق، يبقى ده يا باشمهندس اسمه الحمل المكافئ. مهمتي بقى في السلايد دي اعلمك ازاي تجيب الحمل المكافئ ده كقيمه. طيب في طريقتين عشان تجيب الحمل المكافئ كقيمه. أول طريقة يا باشمهندس اسمها الام ميثود أو مبدأ تساوي العزوم، الطريقة التانية اسمها السيتا ميثود أو مبدأ تساوي الزوايا. اكتب بقى عندك لو أنت عايز تكتب، يعني لو بتكتب، فالسيتا ميثود بتستخدم دايما للكابلات المكسرة كسرة واحدة زي دي كده، كابل متكسر كسرة واحدة بس. الام ميثود استخدمها دايما لو الكابل بتاعي بارابولا، يعني لو كنت لاقي اساسا ان الكابل شكله بارابولا فالمومنت طلع بارابولا العكس، فاما اول ما الاقي المومنت بارابولا كده يبقى الافضل انك تستخدم فيه الام ميثود عشان تجيب الدبي اكويفالنت او تجيب الحمل المكافئ. طب خلينا نشرح الام ميثود دي فكرتها عامله ازاي، تافهه قوي. بص كده بيقول لك ايه، هو مش البري ستريس عامل مومنت قيمته 500 اللي كنا حاسبينه من شويه؟ قال لك اه. طيب وانا حطيت الحمل المكافئ وسميته الاف اكويفالنت؟ اه، لانه قلت لك ان عشان اعمل العزم ده محتاج حمل على الكاميرا بيأثر من تحت فوق. طب الحمل الايكويفالنت ده هيعمل عزم عامل ازاي؟ قال لك هيعمل عزم ام اف ايكويفالنت في الاسبان على الاربعه، يبقى العزم بتاعنا اف ايكويفالنت في ال على الاربعه. جيب الرياكشنات وجيب جيب العزم اف في ال على الاربعه. مش المفروض بقى ان الحمل المكافئ ده اما يعمل عزم يبقى بيساوي العزم بتاع البري ستريس؟ اه ده منطقي. فيبقى خلاص اف ايكويفالنت في ال على 4 بيساوي 500 اهو. تجيب من هنا مين؟ ال ب 16، اف ايكويفالنت هي اللي مجهول، تطلع الاف ايكويفالنت 125. يبقى منطق تساوي العزوم هو ايه؟ انك تجيب العزم بتاع البري ستريس وتساويه بالعزم الناتج من الحمل التخيلي اللي انت حطيته، تساوي ده بده يطلع لك الاف ايكويفالنت على طول بكام؟ ب 125 كيلو نيوتن. طيب المنطق الثاني السيتا ميثود او مبدا تساوي العزوم، عشان نعمل بالسيتا ميثود هتلاقي ان انت عندك حاجتين، لو الحمل بتاعنا مركز، يعني لو عندي الحمل المكافئ اف ايكويفالنت، ولو عندي الحمل المكافئ دبليو ايكويفالنت. هو امتى الحمل المكافئ يبقى دبليو ايكويفالنت؟ قال لك هيبقى دبليو ايكويفالنت لو كان العزم الناتج من البري ستريس بارابولا، يعني انت كان اصلا الكابل شكله بارابولا، فانت رسمت العزم عكس الكابل، فرسمت العزم لفوق كده بقى بارابولا برضه، فيبقى الحمل اللي بيعمل البارابولا لفوق كده مين؟ مش حمل مركز بقى، ده حمل موزع. فهتلاقي ان الدبليو ايكويفالنت في الحاله دي ان يبقى حمل موزع كده. فالدبليو ايكويفالنت ده بقى احسبه ازاي؟ بالسيتا ميثود. قال لك عشان تحسبه بالسيتا ميثود ليه طريقه، ولو انت عندك اف ايكويفالنت ليها طريقه ثانيه او ليه قانون ثاني. طب حد مش فاهم ده يا جماعه؟ تمام يا هندسه، انا حاسس ان انا بهاتف ان انا مش بهاتف على نفسي، بس حلو والله. تمام يا هندسه، كمل معاك يا باشا، معاك بابنون.
الحمل المركز او الاف ايكويفالنت عشان نتجاب الاف ايكويفالنت ده في حاله تغير مفاجئ في العزم، يعني العزم فجاه كده اتكسر، فيبقى الحمل المكمل بتاعه اف ايكويفالنت. طب الاف ايكويفالنت بكام؟ بالبي في السيتا. طب لو عندك العزم بيتغير تدريجي يعني بارابولا، يبقى الدبليو ايكويفالنت بتساوي البي في السيتا على ال، يبقى ده قانون وده قانون. طب السيتا بكام؟ عايزين نحسب بقى السيتا دي ايه. السيتا اصلا قال لك السيتا هي زاويه انحراف الكابل عن مساره الاصلي. يعني ايه؟ يعني دايما يا باشمهندس كده تكتب جنبك ان السيتا دايما بتتجاب من شكل الكابل. السيتا بتاعت سعادتك دايما بتتجاب من شكل الكابل، اوعى حد يحسبها من العزم. السيتا بتتجاب من الشكل بتاع الكابل. يعني لو انا عندي كابل كده اللي كان عندها في المساله، عشان احسب السيتا بتاعته فسيتا زاويه انحراف الكابل دايما. السيتا الزاويه الخارجه عن انحراف الكابل، يعني الكابل كان ماشي كده عادي فجاه انكسر. زاويه بقى الكسر ده ايه؟ بنسميها سيتا. طب السيتا دي احسبها ازاي؟ قال لك السيتا دي يا باشمهندس هتتجاب من تشابه من حساب المثلثات. دي زاويه خارجه عن المثلث ده. السيتا ده ايه؟ زاويه خارجه عن المثلث ده، فبتساوي مجموع الزاويتين البعيده عنها ما عدا المجاوره ليها. يعني لو سميت لك دي سيتا واحد وسميت لك دي سيتا اتنين، فالسيتا ده ايه؟ بتساوي سيتا واحد زي سيتا اتنين. طب سيتا واحد بكام بقى؟ او سيتا اتنين بكام؟ قال لك تان سيتا واحد، التان بتاع سيتا واحد، سيتا واحد بيساوي ايه؟ مقابل على مجاور، يعني بيساوي نص على التمانية. ونتيجة ان الزاوية سيتا واحد دي صغيرة زي ما قلت لك من شوية، فالتان بتاعها هو هو الزاوية، يعني تان سيتا واحد هو هو سيتا واحد. فتلاقي ان سيتا واحد او سيتا اتنين متساويين بيساوي المقابل نص على المجاور في المثلث الصغير ده كده، يبقى نص على التمانية. يبقى يا باشمهندس لو عايزين نجيب السيتا هي زاوية انحراف الكابل فجأة، الكابل فجأة انحرف، فيبقى دي زاوية انحراف الكابل سيتا. هنسمي لك دي سيتا واحد وسيتا اتنين، فالسيتا بتساوي سيتا واحد زائد سيتا اتنين، واصلا سيتا واحد وسيتا اتنين متساويين، فيبقى الكلام ده بيساوي اتنين سيتا واحد. طب سيتا واحد او سيتا اتنين بيساوي ايه؟ طالما هما زوايا صغيرة فالتان بتاعهم هو هو قيمة الزاوية. طب بيساوي ايه يا باشمهندس؟ مقابل على مجاور نص على التمانية. طب يطلع الكلام ده بكام؟ يطلع الكلام ده بنص على التمانية اهو. طب عايزين نجيب السيتا، اضرب اتنين في الزاوية دي، اتنين في سيتا واحد، فيطلع الكلام ده معاك بتمن، اتنين في نص على التمانية بتمن. طب حسبت السيتا، اعوض في انهي قانون من دول؟ لا، الكابل بتاعي بيتغير فجأة، يعني الحمل الايكوفالنت بتاعه اف مش دبليو. يبقى لو عايز تحسب الاف ايكوفالنت يا باشمهندس، هتلاقي ان الاف ايكوفالنت بتساوي البي في السيتا. البي كانت ب 1000 والسيتا بتم، سبحان الله تطلع لك ب 125 كيلو نيوتن شبه دي بالظبط. فيبقى انت ممكن قدامك حلين، يا تحسب الاف ايكوفالنت بمبدا تساوي العزوم اللي هو المبدا السهل خالص اللي هو المبدا المنطقي، ان العزم الناتج من الاف ايكوفالنت هو هو العزم الناتج من مين؟ من البري ستريس. فيبقى اف ايكوفالنت في ال على 4 بيساوي 500، تجيب الاف ايكوفالنت. او طريقه تساوي السيتا انك تقول ان الاف ايكوفالنت بتساوي البي في السيتا، والسيتا هي الزاويه الخارجه عن المثلث ده، تجيب السيتا هتطلع بتمن، تضرب تمن في 1000 يطلع لك ب 125 كيلو نيوتن. حد عنده مشكله في ده يا شباب؟ لا الناس تمام، الناس فاهمه بجد ولا انا ولا انا بهاتي مع نفسي؟ لا يا باشمهندس احنا فاهمين الموضوع سهل، هو يعني ايه كده كده في زلازل جايه وهتلاقي الموضوع صعب جايه. اه يعني في اسئله جايه، في زلازل جايه وسلمي مش هيحصل، احنا حاجه للزلازل. طيب ماشي وسلمي وسلمي لن يرحم احد يا اسطى، لن يرحم ما يرحمش ومال. لا لا خايف احنا السكشن ده، انا صحي لك 8 ونص يلا. اه والله يا ابني اقسم بالله انا مش عارف، نفسي افهم اللي حط الجدول ده كان بيفكر ازاي وهو بيعمل اونلاين 8 ونص. بلاش بقى اقول لك مين اللي حط الجدول بقى، بلاش نفتح في دكتور رضا. لا مش فكره في كده، مش اللي حط بس الجدول، بيراقبوا على المواعيد المتاحه. يا ابني يا ابني ما تغلطش في النهايه، المواعيد المتاحه 8 ونص، فلازم كان يحط الجدول كده، ده انسب جدول ان هو يتحط 8 ونص، هو ده انسب جدول. ماشي طيب يلا يا جماعه نكمل. رقم 3 عايزين نحسب الديفليكشن والكامبر. طبعا بقى الموضوع تافه، يعني ايه ديفليكشن ويعني ايه كامبر؟ الاول قال لك الديفليكشن يعني انا عندي كاميرا ايه وعليها حمل، فالكاميرا دي بتنزل لتحت،
فسبحان الله نسمي نزول تحت ده ديفليكشن، ونديله ده ترخيم لاسفل اهو، ونديله اشاره موجبه. الديفليكشن دايما موجب. طب ايه الكامبر؟ لو الحمل بتاعنا اصلا من تحت لفوق فيبقى الكاميرا هتطلع لفوق، فنسمي ده كامبر يعني عكس الديفليكشن، ونديله اشاره سالبه، يبقى الديفليكشن تقوس لتحت والكامبر تقوس لفوق. اشاره الديفليكشن موجب واشاره الكامبر ساد. طب يا باشمهندس احسب بقى الكلام ده ازاي؟ يعني احسب الدلتا دي ازاي اللي هي التقوس ده الديفليكشن؟ عندك طريقتين لحساب الديفليكشن. الطريقه الاولانيه قيم محفوظه، قوانين محفوظه هديها لك دلوقتي. القوانين دي لو لقيت في حاله من الحالات اللي محفوظه مش موجوده، يعني جيت تحسب الديفليكشن ولقيت ان في حاله من الحالات مش موجود لها قوانين محفوظه، اعمل ايه؟ هستخدم الكونجوج بيم في حاله ان مفيش كاميرا لها حاله خاصه. يعني لو عندي كاميرا القوانين المحفوظه مش نافعه معاها، هستخدم معاها مين؟ الكونجوج بيم. وافكرك بقى باخر السلايد يعني ايه كونجوج بيم. طب ايه هي القوانين المحفوظه اصلا؟ قال لك مبدئيا لو انت عندك حمل مركز في النص، لو الحمل المركز اللي في النص ده بيأثر من فوق لتحت يعمل ديفليكشن موجب، لو بيأثر من تحت لفوق بيعمل كامبر سالب. طب عايزين نحسب الديفليكشن اللي في النص بالظبط، اقصى دلتا دي بكام؟ تطلع ان اقصى دلتا بتساوي اف في ال تكعيب على 84 الاي كونكريت في الاي. ايه الاي كونكريت وايه الاي؟ لو انت عندك قطاع الكاميرا عامل كده والبعد ده اسمه بي والبعد ده اسمه تي، فالاي دي بكام؟ قال لك الاي بتساوي اي اكس دايما، اللي هي بتساوي الموازي في العمود التكعيب على ال 12، يعني بي في التي تكعيب على ال 12. لو اداك قطع الكاميرا بتعوض بالملي بكل ده. طب ايه الاي كونكريت دي؟ خدناها قبل كده في خرسانه سنه ثانيه. الاي كونكريت بتساوي 4400 جذر الاف سي يو. فانت كده يا باشمهندس معاك الاي بكام والاي بكام؟ الاي بي تي تكعيب على ال 12 والاي 4400 جذر الاف سي يو. لو مديك قطاع عوض فيهم مش مديك نفض لهم، ما تعوضش فيهم خالص، سيبهم زي ما هم اي واي. فده القانون لو انت عندك حمل مركز في النص. طب لو انا عندي يا باشمهندس حملين مركزين في التلت والتلتين، خد الشروط دي بالظبط. اصل لو الحملين المركزين موجودين بس مش في التلت والتلتين مش هينفع القانون اللي هكتبه لك دلوقتي. لو الحمل المركز ده موجود بس مش في النص فمش هينفع القانون ده، يبقى نحله بالكونجوج بيم بقى لو مش نافع. طيب الديفليكشن بكام في النص؟ خد بالك بحسب الديفليكشن فين برضو. اقصى ديفليكشن في النص بيساوي 23 اف ال تكعيب على 648 الاي اي. ايه موجب او سالب؟ موجب لو هو ديفليكشن، سالب لو هو كامبر. انت هتدي الاشاره دي من عندك، يعني لو الحمل بيأثر من فوق لتحت هتدي الاشاره للدلتا موجب، لو الحمل بيأثر من تحت لفوق فهيعمل كامبر، يبقى هندي اشاره الدلتا ايه؟ سالب. الحاله اللي بعد كده لو عندي حمل موزع، الحمل موزع الدلتا بكام؟ بالقانون ده 5 ده بيقول لي اس 4 على 384 الاي في الاي. طب لو عندي مومنت مركز، قال لك لو عندك مومنت مركز ركز بقى، ركز في الحته دي. المومنت ده بيعمل ازاي؟ بيشد تحت ويضغط فوق. يعني ده بيعمل كامبر ولا ديفليكشن؟ قال لك ده بيعمل ديفليكشن موجب لتحت. توقع كده ان انت عندك عزم اهو بيضغط فوق، الكاميرا اهي بص كده، الكاميرا اهي، وانا عندي العزم يعمل كده، يعني بيضغط الحته اللي فوق عايز يقرب النقط اللي فوق دي من بعض ويبعد النقط اللي تحت دي عن بعض، فيخلي الكاميرا تعمل كده، عايز يخلي النقط دي تقرب من بعض كده ويبعد النقط دي عن بعض فيعمل ديفليكشن. او من الاخر الشكل الديفليكشن هو نفس شكل العزم، فدي للسهم اللي تحت يبقى دي هتعمل ديفليكشن. دي الخلاصه زي العزم بالظبط، ما هو دي للسهم اللي تحت كنت هرسم العزم اللي تحت، فيبقى دي للسهم اللي تحت بتاع المومنت المركز ده يبقى ده يعمل ديفليكشن. طب لو لا قدر الله طلعت دي للسهم اللي فوق فده هيعمل كامبر لفوق، يبقى خد بالك من حته العزم بس المركز، بنعمل ديفليكشن ولا كامبر حسب دي للسهم. لو دي للسهم اللي تحت يعمل ديفليكشن، دي للسهم اللي فوق يعمل كامبر. قيمة بقى الكامبر او الديفليكشن ده بكام في النص بالظبط؟ اقصى قيمه بكام؟ المومنت في ال سكوير على 16 اي اي. يبقى دي قوانين محفوظه لحالات محفوظه، اي حاله غير دي هستخدم لها الكونجوج بيم، هحسب الديفليكشن عندها باستخدام الكونجوج بيم. طيب ده ملخص المثال بتاعنا اللي احنا حليناه. احنا قلنا
ده البندنج مومنت دياجرام والشير فورس والنورمال فورس، ده اللي هتعمله في الامتحان بقى. رقم 2 الايكوفالنت لود، انا استخدمت مثلا طريقه تساوي العزوم جبتها ب 125. الخطوه رقم 3 احسب الديفليكشن. احسب الديفليكشن ازاي؟ انا دايما الديفليكشن بيتحسب من الاف ايكوفالنت، دايما الديفليكشن يا باشمهندس بيتحسب من الاف ايكوفالنت دي. طب الاف ايكوفالنت دي بتاثر من اللي فين؟ من تحت لفوق، حمل مركز من تحت لفوق او في النص. فيبقى بيعمل كامبر ولا ديفليكشن؟ بيعمل كامبر. يعني الدلتا بتاعتنا بتساوي كام من القيم المحفوظه؟ سالب اف في ال تكعيب على 48 الاي اي. يبقى سعادتك عشان تحسب الديفليكشن او الكامبر محتاج الاول تحسب مين؟ الحمل المكافئ وقيمته كام؟ لانك لو ما حسبتوش مش هتعرف هو هيعمل كامبر ولا ديفليكشن، ومش هتعرف قوانين الحاله بتاعتنا المحفوظه ايه. فلازم تبقى حافظ او لازم تبقى عارف شكل الحمل المكافئ كام. فانا ممكن في الامتحان ما نطلبش منك المطلوب ده، ونطلب منك انك تحسب على طول الديفليكشن والكامبر. فانت اجباري هتروح الاول تحسب الاف وبعد كده تروح تحسب مين؟ الديفليكشن او الكامبر. طيب الدلتا بالقيمه دي عندي الاف ب 125 والال تكعيب كان ب 16 تكعيب. ايه الاي والاي؟ كان الراجل مديني القطاع ده، انا عوضتها يا باشمهندس طلع معايا سالب رقم على الاي في الاي. الراجل كان مديني القطاع ب 250 في 1000، فالاي بتاعتنا بكام؟ الاي بتاعتنا البي دي تكعيب على 12 طلع بالرقم ده متر اس 4، بعوض بالمتر. طب والاي 4400 جذر الاف سي يو هيطلع لك بالرقم ده، تضربه في 1000 عشان تحوله بالكيلو نيوتن على متر مربع، بعوض بالمتر يا شباب، كل حاجه بالمتر. وارجع اخد الرقم بقى ده اللي هي الاي اضربه في الاي واعوض بيه هنا، فيطلع لي الديفليكشن كذا متر. يبقى لازم تعوض عن كل حاجه بالمتر عشان يطلع لك الديفليكشن بمين؟ بالمتر. يا ده يا باشمهندس كده الملخص بتاع المساله بتاعتنا. هنحسب الاول بريستريسنج فورس، بريستريسنج تريننج اكشن، مومنت ونورمال وشير. هنحسب بعدها الاف ايكوفالنت او الدبليو ايكوفالنت اللي هو الحمل المكافئ، ومن الحمل المكافئ اللي احنا هنستنتجه هنعرف هو هيعمل كامبر ولا ريفليكشن، واحسبه بالحاله الخاصه اللي عندي. لو مديني القطاع بحسب الاي وبحسب الاي بالقوانين دي. الكلام ده صعب يا جماعه؟ طيب المثال رقم 2، عندي مثال بقى الكاميرا بتاعتي عباره عن بارابولا كده، يعني الكابل بتاعي بارابولا، وعايزين يا باشمهندس نحسب نفس الكلام المومنت والشير والنورمال الناتج من البريستريس. نفس المطالب بالظبط، مديك القوه ب 1000 ومديك الاي ب 4/10 والاف سي يو ب 30 ميجا باسكال، وعايز يحسب نفس المطالب. فتعال نرسم الاول الاسترينج اكشن. اول حاجه عشان ترسم الاسترينج اكشن هرسم المومنت، اتفقنا النورمال والشير ثابت، الشير بصفر والنورمال بقيمه البي بالسالب ضغط. طب المومنت عكس شكل الكابل او عكس العزم الخارجي، هو هو. طب الكابل بارابولا لتحت، فتلاقي ان المومنت بارابولا لفوق، قيمته في كام؟ بي في الاي 1000 في 4/10، فيطلع معاك ب 400. النورمال الشير بصفر، النورمال ب 1000 وسالب، دايما ده ثابت بقى. طب عايزين نحسب الدبليو ايكوفالنت. عشان تحسب الدبليو ايكوفالنت يا باشمهندس عايز الحمل اللي احطه على الكاميرا يديه نفس العزم ده بالظبط. طب تتوقع ايه الحمل اللي احطه على الكاميرا يديك نفس العزم البارابولا ده؟ اكيد حمل موزع. طب الحمل الموزع بيأثر من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ لا، ده حمل موزع بيأثر من تحت لفوق. فيبقى يا باشمهندس ادي العزم بتاعنا اهو، وادي الحمل المكافئ اهو. الحمل المكافئ ده بحسبه ازاي؟ ليه طريقتين، يا بتساوي العزوم فتقول ان الدبليو ايكوفالنت في 20 اللي هي ال في 20 تربيع على 8، ما ده المومنت الناتج من الدبليو ايكوفالنت، بيساوي 400 وتجيب الدبليو ايكوفالنت على طول، او بالثيتا ميثود. فتعال نشوف كده يا باشمهندس، لو عايزين نجيب العزوم او عايزين نجيب الدبليو ايكوفالنت بالام ميثود، فقلت لك ادي الكاميرا اللي عندي وعليها حمل موزع دبليو ايكوفالنت. الحمل الموزع ده هيعمل عزم قيمته كام؟ دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8. اكيد العزم ده بيساوي ال 400 اللي كنا حاسبينهم من شويه. فيبقى دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8 بيساوي 400، ال ب 20 يديك منها الدبليو ايكوفالنت ب 8 وخلصت. فنقول لك لو الحمل موزع افضل حل ليه انك تحسبه بالام ميثود عشان اسهل بيخلص. عشان اوريك دلوقتي انت بتحسب بالسيتا ميثود ازاي. طب لو عايز احسب نفس الدبليو ده ايه بس باستخدام السيتا ميثود، بص بقى
دايما سيتا ميثود برسم الكابل، ماليش دعوه بالعزم، ماليش دعوه بالعزم الناتج من الكابل، انا باجي بالسيتا ميثود من الكابل، شكل الكابل اهو. فين بقى الزاويه سيتا؟ مش تلاقيها. قال لك بنرسم خط مماس للبارابولا من الاول والاخر، ويبقى الزاويه الخارجه ده هي الزاويه سيتا. طب البارابولا المماس ده برسمه ازاي؟ لو تفتكر اصلا في سنه اولى مدني عشان نرسم بارابولا كنا بنرسم الاول ننزل ايه، وبعد كده بننزل ايه زيها، وبنرسم المماسات دي ونرجع نرسم مماس كده افقي ونرسم البارابولا. ده في سنه اولى مدني. فانا عملت العكس، البارابولا كانت مرسومه، بص البارابولا ايه، رسمت لها مماس. عشان اوصل للمماس ده محتاج امشي كام؟ محتاج امشي ايه، محتاج امشي ايه كمان، يعني الكابل نازل ايه وانا مشيت ايه عشان اوصل للخط المماس، ويبقى الزاويه الخارجه دي هي الزاويه سيتا. طب من المثلث الكبير ده بقى، من المثلث اللي قدام ساعتك الكبير ده، السيتا احسبها ازاي؟ نفس اللي فات، السيتا بتساوي سيتا 1 زائد سيتا 2. لو سميت لك دي سيتا 1 وسيتا 2 فالسيتا بتساوي سيتا 1 زائد سيتا 2، وهتلاقي ان سيتا 1 وسيتا 2 نتيجه ان الانحراف صغير، فالسيتا 1 والسيتا 2 هتبقى بتساوي تان سيتا 1 او تان سيتا 2، يعني السيتا بتساوي تان الزاويه. طب تان السيتا دي بيساوي ايه في المثلث الكبير؟ مقابل على مجاور. المقابل المره دي مش ايه واحده، ده 2 ايه، لان انا نزلت بجيب المقابل بتاع المماس، فالمماس نزل كمان ايه كمان مره، فيبقى المسافه من هنا لهنا 2 ايه مش ايه واحده. فيبقى السيتا او تان السيتا بيساوي 2 ايه على 10. فيبقى السيتا اللي بره بتساوي ايه؟ سيتا 1 زائد سيتا 2. سيتا 1 بقى او سيتا 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ايه على 10. فتعال نشوف الكلام ده يا باشمهندس. ادي سيتا 1 وسيتا 2، سيتا 1 بيساوي سيتا 2 بيساوي 2 ايه على الزمان على الاثنين، اللي هي ال على الاثنين 20 على الاثنين ب 10، و2 ايه الايه الواحده ب 4 من 10 يبقى 2 ايه ب 8 من 10. طب السيتا اللي بره قال لك السيتا بتساوي 2 سيتا 1، يعني السيتا بتساوي 2 في 8 من 10 على 10 يديك 16 من 100. بعد ما حسبت ده عايز احسب الدبليو اكويفالنت. الدبليو اكويفالنت قلت لك بقى من شويه، لو انت بتحسب دبليو فالقانون بتاعك بي في سيتا على ال، لو بتحسب اف فالقانون بتاعك بي في سيتا بس. فالبي ب 1000، السيتا ب 16 من 100، والال 20، يطلع سبحان الله 8 كيلو نيوتن على المتر الطولي، نفس اللي فوق. فهتلاقي دايما في الحمل الموزع طريقه الام ميثود اسهل، امال في الحمل المركز طريقه السيتا ميثود اسهل. فلو عندي حمل موزع الافضل تحسبه بالام ميثود، لو عندك حمل مركز الافضل تحسبه بمين؟ بالسيتا ميثود. حد عنده مشكله في ده يا جماعه؟ لو حملين مركزين، لو حملين مركزين ازاي؟ سيتا ميثود ولا ام ميثود؟ سيتا ميثود، ما هو حمل مركز واحد او سيتا ميثود، حمل مركز او حملين مركزين. هناخدها اصلا المره الجايه السكشن الجاي. واحنا لسه في سكشن جاي في البريستريس؟ في ثلاث سكشن جايه دي. ماشي، في سكشن اضافي اصلا السبت ان شاء الله. تمام. ده كده بالنسبه لمين؟ للدبليو بتاعتنا. حد عنده مشكله في ده يا جماعه؟ لا. طيب الخطوه الثالثه حساب الديفليكشن او الكامبر. قلت لك الديفليكشن او الكامبر بنحسبه من الحمل المكافئ. الحمل المكافئ ده بي اكويفالنت بتاثر من تحت لفوق، يعني هتعمل كامبر ولا ديفليكشن؟ ده هتعمل كامبر لفوق، فيبقى الدلتا بتاعتنا سالب لانه كامبر. وتكتب القيمه اللي انت حافظها بتاعت الدبليو اكويفالنت اهو، بتاعت الحمل الموزع. يعني انا عندي لو عندي حمل موزع فبيعمل كامبر بالقيمه دي اللي هي القانون المحفوظ. عوض بقى الدبليو انا جبتها ب 8، ال ب 20، الاي والاي ما كانش مديني القطاع فتسيبهم زي ما هم ما تعوضش بيهم، فيطلع الكلام ده معاك بسالب 1.6666 و6.7 على الاي اي. فيبقى خلاص كده خلصت الديفليكشن والكامبر. يعني المساله دي في الامتحان ما تخش نص صفحه، برسم مومنت وشيرو نورمال، احسب الدبليو اكويفالنت باي طريقه من دول، ما تحسبش بالطريقتين، احسب بالطريقه اللي تريحك، وبعد كده بحسب الديفليكشن او الكامبر حسب الحمل المكافئ اللي عندي. طب تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال رقم 3، عندي الكابل عامل كده، مثلث من فوق 3 من 10 ومثلث من تحت 4 من 10، وعايزين يا شباب نرسم الشير والنورمال والمومنت الناتج من الكابل ده. فاول حاجه هي نفس المطاليب، عايز ارسم الاسترينج اكشن، المومنت عكس شكل الكابل، يعني الكابل هنا لو طالع لفوق
فيبقى هنا المومنت نزل لتحت، لو الكابل هنا نزل لتحت فالمومنت هنا طالع لفوق. طب والقيمه يا باشمهندس؟ قيمه كل مومنت بتساوي البي في الاي، البي ب 1000، ما قلت لك نفس المعطيات نفس المطاليب، فالبي ب 1000. طب والاي هنا بكام؟ الاي هنا كان ب 4 من 10 على الشمال، الاي ب 4 من 10، يبقى البي في الاي 1000 في 4 من 10 يديك 400. طب الاي الناحيه دي، قال لك الاي الناحيه دي ب 3 من 10 مش ب 4 من 10، يبقى البي في الاي 300. فيبقى ده شكل البندنج مومنت دايجرام، 300 هنا و 400 هنا. طب النورمال والنورمال والشير، الشير بصفر والنورمال ب 1000 ضغط ثابت في كل المسائل. طب لو عايزين نحسب الام ايكويفالنت، لو عايزين نحسب اسف الدبليو ايكويفالنت، حد يا شباب عارف الدبليو ايكويفالنت اللي يديك نفس الحمل ده او نفس العزم ده اعمل ايه؟ يعني انا عايز احمال تديني نفس العزم ده بالظبط عشان اجيب هي الدبليو ايكويفالنت، اعمل ايه بقى؟ ايه الاحمال اللي تديني نفس العزم ده؟ يا جماعه مركز على الاطراف، عزم مركز على الاطراف صح. يبقى انت المفروض الحمل المكافئ اللي يدي نفس العزم ده ان يبقى عندي عزوم على الاطراف. يعني يا باشمهندس العزم هنا هيبقى عامل ازاي؟ بيشد من فوق لتحت وقيمته 400، والعزم اللي هنا عامل ازاي؟ بيشد من تحت لفوق وقيمته 300. فيبقى فينا عزم مركز قيمته 300 وعزم مركز هنا كمان قيمته 400. ليه؟ لان العزوم ده هي اللي هتديني شكل المومنت ده. فيبقى دي اسمها الايكويفالنت لود. فالايكويفالنت لود ممكن يكون عزم ده امتى؟ ده لو عندك اكسنتريستي في بدايه او نهايه القمر، فتلاقي الحبل المكافئ بتاعها عزم. لو عندك الكابل بتاعك بينكسر كسره فجاه في النص، يبقى الحبل المكافئ بتاعه حمل مركز. لو عندك الكابل بتاعك بيتغير تدريجي، فالحبل المكافئ بتاعه حمل موزع. طب ده الاحمال المركزه او المنتدى المركز ب 400 و 300. طب بعد ما حسبنا المومنتات عايزين نحسب الديفليكشن او القمر. يلا يا باشمهندس قول لي المومنت اللي بيشد لتحت ده بيعمل ديفليكشن ولا قمر؟ اتفقنا بقى دي السهم لتحت، يبقى المومنت ده بيعمل ديفليكشن، فالمومنت اللي على اليمين بيعمل ديفليكشن بالموجب. طب والمومنت اللي على الشمال؟ فالمومنت اللي على الشمال بيعمل قمر لانه بيشد لفوق، فالمومنت اللي على الشمال بيعمل قمر. طب في الاخر الديفليكشن النهائي يساوي ايه؟ مجموع ده الديفليكشن اللي بيعمله ده زائد الكمبر اللي بيعمله ده، فالمفروض مجموع ده زائد ده. طب سعادتك متخيل لما تجمع ده زائد ده مين فيهم اللي هيكسب، الكمبر ولا الديفليكشن؟ ناس كده تجاوب. يعني دلوقتي لما اجي احسب الدلتا هيطلع ان المحصله كمبر ولا ديفليكشن؟ تتوقع ايه؟ كمبر يا باشمهندس. ليه كمبر؟ العزم بتاعه، لان العزم بتاعه اكبر. يعني العزم الكبير بيعمل كمبر والعزم الصغير بيعمل ديفليكشن، فاكيد المحصله كمبر. فلو انت عملت غير كده في الامتحان تبقى انت غلطان. طب تعال نحسب كده يا باشمهندس الدلتا بتساوي ايه. اول حاجه الديفليكشن اللي هو العزم في ال سكوير على 16 اي اي بالموجب ناقص الكمبر بتاع ده بالاشارات بقى، ده هيعوض عنه هيبقى 300 في 16 تربيع على 16 اي اي ناقص 400 في 16 تربيع على 16 اي اي، يطلع معاك رقم ما يهمنيش الرقم بكام بس يهمني الاشاره. اشارته في الاخر ايه؟ سالبه. السالب يعني ايه؟ يعني كمبر، يعني الديفليكشن اللي كسب كمبر، وانا كنت متوقع كده من الاول لان المومنت الكبير بيعمل كمبر والمومنت الصغير بيعمل ديفليكشن. فيبقى انا كده خلصت المساله بتاعتي. لو عندي 2 اكسنتريستي في الطرف فالحمل المكافئ ليهم 2 مومنت في الطرف مركز، والمومنتات بتاع نتيجه البري ستريس بتبقى عكس شكل الكابل وقيمتها البي في الاي، الشير بصفر والنورمال بالقيمه بتاعته. وعشان تحسب الديفليكشن او الكمبر بفصل كل حمل لوحده بالسوبر بوزيشن، اكن ما عنديش غير الحمل ده مره فيعمل ديفليكشن، اكن ما عنديش غير المومنت ده مره فهيعمل كمبر، واجمع الاثنين مع بعض هيطلع ان المحصله بتاعتك كمبر بسالب 1600. صعب يا جماعه؟ طيب كمل كده معايا مثال رقم 4. انا مش عارف اسامه قال لي ان السكشن ده هياخد مني وقت طويل ليه. الناس فاهمه يا جماعه؟ قصدي على سكشن السلازل بس ما حدش باله. بس لا قصدي على السكشن ده والله.
قال لي خد مني ساعتين وكان بيزق في الاخر، بيقول لي كنت بزق في الاخر في السكشن. انت معلق مع الزلازل يا سلم. مش عارف ايه لو هادي ولا يا سلم. انت باشمهندس ايه 160 صفحه 160 بس كلهم صور يا عم. يعني انت فاهم كلهم كود. طب يلا نكمل بقى احسن السكشن يطول. اه لا قدر الله السكشن مش عارف انا هخلص السكشن بدري ولا ايه. بص في الساعه لقيتني الساعه الا ربع بس. طب كويس يا سلام. طب يعني هيخلص بدري شكله الحمد لله. طب الناس فاهمه يا جماعه والله يا امير اصل حاسس الموضوع سهل يعني مش محتاج شرح. اصل انا شرح كويس في المحاضره يعني فاحنا جايين فاهمينه من المحاضره كمان. طيب بارك ماشي تعال نرسم بقى تريننج اكشن. طب طب محمد سيد طب انت فاهم قوي كده فاهم المحاضره. لا لله محمد رسول الله خير. تعالى تعالى بس يلا عايزين نرسم العزم. يلا ارسم لي العزم نرسم من بريستر من الكابل ده اعمل ايه عكس شكل المومنت فهيبقى نازل تحت على اليمين وطالع فوق في النص. اهو قيمته كام بقى؟ بي في اي البي يعني. ما البي في اي البي بكام؟ 1000 1000 في 3 من 10 وهنا 1000 في نص. طيب 300 و500 النورمال. النورمال هيبقى بي في بي في اي برضه يا ابني. النورمال بي دايما ثابت سالب بي بي معلش ب 1000 والشير الشير 0 0 اهو الشير و 0 والبي ب 1000. طيب عايزين نحسب الايكوفالنت لود ديو تو بريست ريسنج. تتوقع الايكوفالنت لود هيبقى عامل ازاي؟ بص كده انا عندي هنا كسره وعندي هنا كسره هيبقى عامل ازاي يا محمد سيقول كده؟ هيبقى مومنت من اليمين ايوه وحمل مركز في النص صح. مومنت على اليمين قيمته 300 وحمل مركز في النص. عايزين بقى نحسب الكلام ده. تعال نحسبه كده بالثيتا ميس. ركز معايا بقى قلت لك لو في حمل مركز افضل طريقه لانك تحسبه بالثيتا ميس. باشمهندس ايوه اتفضل. انا الحل ما بيظهرش عندي يعني الشاشه بعد ما المساء تخلص يقوم ظاهر خلاص. الناس كلها كده ولا انت بس؟ ما انا عايز اسال عشان كده. لا هو بس انت بس يبقى انت عندك مشكله في النت. عندك مشكله في النت ماشي ماشي اشغل من على الموبايل تمام ماشي. فانا عندي الشكل اهو يا باشمهندس شكل الكابل اهو. عشان تحسب الاف ايكوفالنت دي انسب طريقه انك تستخدم الثيتا ميثود. طب بستخدمها ازاي؟ هي فين الثيتا اصلا؟ قال لك الثيتا هي الزاويه الخارجه عن عن الكابل كده. هي الزاويه دي لو مديت الكابل على استقامته فهي الزاويه دي دي اسمها الثيتا. احسبها ازاي بقى؟ قال لك مبدئيا يا باشمهندس بتوصل خط من بدايه للنهايه. طيب وبعد كده تسمي دي ثيتا 1 ودي ثيتا 2 وبعد كده المسافه دي قد ايه؟ انا عايز بقى اعتبر المثلث اللي فوق ده كده المسافه دي قد ايه الصغيره دي؟ دي في النص بالظبط وانا عارف ان المسافه في البدايه 3 من 10 من المثلث ده بالمثلث ده. ايه ده؟ ده مثلث ده؟ اعتبر ان هو مثلث يعني هو مثلث ان شاء الله من المثلث الكبير ده دي 3 من 10 وفي النص عايز اجيب القيمه بالظبط هتبقى بكام؟ نص 3 من 10 يعني 15 من 100 فيطلع لك ان القيمه فوق النص دي 15 من 100 لفوق اهي. طب المسافه دي كلها على بعضها كام؟ 65 من 100. اي ثيتا من دول هتبقى بتساوي المقابل على المجاور والمجاور ده هيبقى الطول اللي هو الافق على طول ما تعملش طول على الماء ما لكش دعوه بالطول على الماء انا بعتبر الطول على الافق. اشمعنى؟ لان الطول على الافق تقريبا بيساوي الماء فيبقى 65 من 100 على 8 فيبقى الثيتا 1 او الثيتا 2. هتلاقي دكتور صلاح طاهر ممكن يكون اثبت لك اصلا ان طول الافقي بيساوي الماء بس مالناش دعوه بده احنا بنعتبر دايما الطول الافقي. فلو انت عندك حتى الخط على المايل اما اجي احسب الثيتا هقول ان الثيتا 1 او الثيتا 2 بتساوي مقابل على مجاور والمجاور ده الطول الافقي مش المايل فيبقى الثيتا 1 بتساوي الثيتا 2 بتساوي تان ثيتا 1 بتساوي 65 من 100 اللي هي نص زائد نص 3 من 10 النص ده اللي هو الاكسنتريستي اللي كان مدهاني طلعت منها كمان حته لفوق عشان اوصل للخط ده عشان شغال في المثلث ده شغال في المثلث ده يا شباب. طب الحته دي قد ايه؟ نص زائد 15 من 100 يعني 65 من 100 على الحته الافقيه اللي هي بكام؟ ب 8 متر فيديك الثيتا ده ايه؟ ب 65 من 100 على 4 ضربتها في 2 فيطلع 65 من 100 على 4. عايز اجيب بقى الاف. الاف بتساوي البي في الثيتا البي ب 1000 والثيتا ب 65 من 100 على 4 يطلع ب 162 ونص.
فانسب طريقه لحساب الاف ايكويفالنت انك تحسبها بالثيتا ميثود لو هي اف، وانسب طريقه لحساب الدبليو ايكويفالنت انك تحسبها بالمومنت ايكويفالنت ميثود. صعب يا جماعه، حد مش عارف تحسبنا 6 1 6 2 ازاي؟ معلش ممكن تكتب بسرعه ثاني يا عم. بص انا كان عندي شكل عامل كده تمام. تمام. الاول الثيتا هي زاويه كسر الكابل، فالزاويه دي اسمها ثيتا. عدى مشكله ده؟ تمام. انا عايز بقى اكون مثلث، يبقى الزاويه ثيتا دي خارجه عنه عشان اقول ان الثيتا بتساوي ثيتا 1 زائد ثيتا 2. طب اعمل ايه؟ بوصل الاول خط من البدايه للنهايه اهو، وبقى دي الثيتا اهي هي الزاويه الخارجه عن المثلث اللي مرسوم ده اللي هو خطوط الكابل والخط اللي منقط ده. تمام. تمام. طيب هسمي دي ثيتا 1 ودي ثيتا 2. انا عارف ان المسافه دي كام؟ نص. انا عايز بقى اجيب ارتفاع المثلث كله يعلى 2. ثيتا 1 بتساوي مقابل على مجاور الحته اللي من السنتر لاين لحد الخط المنقط بكام بقى؟ يعلى 2. 3 من 10 على 2. يعلى 2 صح. 3 من 10 على 2 جت منين؟ من المثلث اللي هو عامل كده، مثلث قائم الزاويه دي. تمام. المثلث قائم الزاويه ده فيه 3 من 10 هنا، فيبقى الحته دي نصه 15 من 100. يعني المسافه دي كلها كام؟ 65 من 100. فيبقى اي ثيتا من دول بتساوي 65 من 100 على الطول اللي جنبك. طب الطول اللي جنبنا بكام؟ كان الطول اللي جنبك ب 8 متر. فيبقى الثيتا 1 او الثيتا 2 بتساوي 65 من 100 مقسوم على الطول اللي جنبك ده اللي هو 8. تمام يا ريس؟ اه تمام. تمام. 65 من 100 مضروبه في 2 تطلع 65 من 100 على 4 تحسب الايكوفالنت البي في الثيتا، فيطلع معاك ب 162 ونص كيلو نيوتن. تمام ماشي يا هندسه، بارك الله فيك. حد مش فاهم كده يا جماعه؟ لا هو خلاص طالما انا فهمت يبقى الباقي كله فهم ان شاء الله. ماشي. انت يعني مستوى الغاء بتاع السكشن ولا ايه؟ ما الله بس احل لك، هم بيقيسوا عليا. طيب ماشي. الخطوه رقم 3 انك تحسب الديفليكشن او الكمبر. يا مسدي مسدي مش موجود ولا ايه؟ معاك يا باشمهندس. تعرف تقول لي يلا نحسب الديفليكشن او الكمبر ازاي؟ ايه نبقى نشتغل على مومنت لوحدها وعلى القوه لوحدها. ايوه ستور بوزيشن يعني. المومنت ده هيعمل ايه؟ مومنت كمبر ولا ديفليكشن؟ ديفليكشن. ديفليكشن والحمل هيبقى كمبر. كمبر. يبقى الديفليكشن بيساوي الاول الكمبر او الديفليكشن براحتك، بس بشرط يبقى سالب اف في ال تكعيب على 48 اي اي. ايه ده؟ دي القيمه المحفوظه بتاعت الحمل المركز زائد الكم زائد الديفليكشن اللي هيحصل من ده. ده بالموجب وده بالسالب. هتعوض بقى، هيطلع معاك القيمه دي في الاخر سالب رقم على الاي اي. طالما سالب معناه ان هو النتيجه بتاعت الكمبر ولا الديفليكشن؟ كمبر. يبقى كمبر. ده يا باشمهندس الكالكوليت ديفليكشن كمبر او كمبر بنحسبه كده، بنحسب كل حاجه لوحدها. طب تعالى ناخد المثال رقم 5 اللي هو الاخير. باشمهندس. نعم. هو في المثال هو احنا بنجمع عليه اصلا. يعني بنجمع عليه؟ هو مش المفروض الكمبر والديفليكشن الاثنين موجودين؟ لو رسمت الديفليكشن للكاميرا ديت هيطلع الاثنين موجودين. فيبقى المحصله بتاعتهم ايه؟ عكس بعض وعكس بعض. يعني احنا بنجيب المحصله ولا بنجيب ايوه بنجيب محصله طبعا. لا المحصله. تمام كده. وعايز في الاخر الديفليكشن اللي هيحصل في النص بكام؟ تمام. انا الديفليكشن النهائي مين؟ نتيجه الكمبر زائد الديفليكشن. شوف بقى هيحصل كمبر ولا ديفليكشن. فبيطلع ان هو بيحصل ديفليكشن كمبر مثلا او ديفليكشن حسب بقى الاشاره النهائيه اللي هي المحصله. تمام هندسه. تمام. حد عنده اسئله يا جماعه؟ مثال رقم 5 اللي فتح المايك يقفله بس. لو عندك مساله زي دي والراجل مديك البي اي ب 1000 والاف سي يو ب 30 ومطلوب منك انك ترسم الاستريننج اكشن ديو تو بري ستريس، وبعد كده يحسب الايكوفالنت لود، وبعد كده يحسب الديفليكشن في الميد سبان وفي الناحيه الفري. يعني عايز يحسب الديفليكشن مرتين، مره في البحر الوسطي ده في الميد سبان ومره الناحيه الفري اللي هناك دي. فتعالى كده يا باشمهندس نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنرسم الاستريننج اكشن. انا عندي كاميرا سيمبل بكانتليفر وعندي شكل الكابل عامل كده، فشكل العزم عكس شكل الكابل. يعني لو عايزين نرسم شكل العزم يا باشمهندس
ده كان اكسنتريستي فوق ب 4 من 10 يبقى هنا اكسنتريستي لتحت. ده كان اكسنتريستي تحت 4 من 10 يبقى ده لفوق. طب القيمه 1000 في 4 من 10 يعني 400 و400. ده كده المومنت الناتج من بريس تريس. طب لو عايزين نحسب شير، لو عايزين نرسم شير او عايزين نرسم نورمال، الشير بصفر والنورمال على كل الكاميرا بكام؟ ب 1000 بالسالب. كده خلصت الاستريلنج اكشن الناتجه من البري ستريس. طب لو عايزين نحسب الايكوفالنت لود، تعال نحسب الايكوفالنت لود باستخدام طريقتين، طريقه الايكوفالنت لود ميثود او الايكوفالنت مومنت والايكوفالنت سي. مبدئيا بس هو انا عندي كاميرا عامله كده اهي، ده المومنت ناتج من البري ستريس. تتوقع يا باشمهندس شكل الحمل المكافئ عامل ازاي؟ حجازي حجازي موجود؟ شرشابي ايوه معاك يا باشمهندس. انا عندي دلوقتي العزمه اهو مثلث وبارابولا، تتوقع شكل الحمل المكافئ هنا اللي يديك نفس العزم ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عزم مركز على اليمين وحمل موزع في النص. حمل موزع في النص وعزم مركز على اليمين ولا حمل مركز على اليمين قصدك؟ حمل مركز على اليمين. حمل مركز على اليمين ليه؟ عشان اعمل مومنت لتحت كده يا شباب. كان ايه اللي يخليني اعمل مومنت لتحت كده؟ ان يبقى عندي هنا حمل مركز، فاضرب قيمه الحمل المركز مضروبة في الزبان ده هيديني قيمة العزم اللي هنا ده. يبقى الحمل المكافئ ايه؟ تابي اكوبلنت يديك البارابولا اللي في النص دي، والكسرة ده ايه في الكابل؟ قلت لك اي كسرة يبقى فيه حمل مركز، فيبقى فيه هنا كسرة كده في الكافي اف اكوبلنت هنا في الطرف خالص. عشان تضرب الاف اكوبلنت في المسافة هيديك العزم عامل كده اهو. فيبقى الاف اكوبلنت دي فعلا اديتك عزم شبه العزم اللي فوق، ففعلا يبقى الحمل المكافئ اللي يديك نفس العزم ده هو الاف ايكوفالنت دي. فيبقى اول حاجه بحدد شكل الاحمال المكافئه عامله ازاي عشان احسبها. بحددها ازاي؟ ده استراكشر بقى بالفكر. عندي مومنت تعال حوله، لو انا عندي الكابل بتاعي او المومنت بتاعي تدريجي كده بيتغير تدريجي، فيبقى الحمل المكافئ ليه ده بيكوفالنت. لو عندي المومنت فجاه بيتكسر فيبقى الحمل المكافئ ليه مين؟ حمل مركز. لو عندي اكسنتريستي في البدايه خالص، يعني لو كان فينا اكسنتريستي كده في البدايه خالص، يعني كان فينا اكسنتريستي مثلا ب 2 من 10، فيبقى الحمل المكافئ ليها مومنت مركز. فدي الثلاث حاجات اللي بتبقى موجوده، يا عزم مركز، يا قوه مركزه اللي هي اف يعني، يا اما دبليو ايكوفالنت. طب عايزين بقى نحسب الايكوفالنت لود باستخدام الطريقتين، يعني عايز احسب الدبليو ايكوفالنت والاف ايكوفالنت باستخدام المومنت ميثود والثيتا ميثود. فتعال نشوف كده يا باشمهندس هنحسبها ازاي. لو عايزين نحسب باستخدام الام ميثود، فادي يا باشمهندس شكل العزم اللي كان عندنا، ودي شكل الاحمال. الاحمال دي ممكن ترسم لنا عزم. طب برسم العزم ازاي؟ بص كده، لو عايز ارسم العزم دي الاحمال دي هرسمه ازاي؟ اف ايكوفالنت في المسافه دي اللي هي 4 متر، فيبقى 4 في الاف ايكوفالنت، والمفروض اجي من هنا اعلق البارابولا اللي هي دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8. في بارابولا هنا في الاول اف ايكوفالنت في 4 متر اكيد بيساوي 400، فالاف ايكوفالنت ب 100. ده مبدئيا حسبت الاف ايكوفالنت الاول. الاف ايكوفالنت في 4 متر ده العزم هنا اهو، اكيد العزم اللي هنا ده بيساوي العزم اللي فوق ده، ما انا بعمل ام ميثود، فيبقى اف ايكوفالنت في 4 متر بيساوي 400، فيطلع معاك ان الاف ايكوفالنت ب 100. طب عايز احسب الدبليو ايكوفالنت، فينا حمل موزع فالمفروض يرسم عزم. طب العزم ده بحسبه ازاي؟ الاول بوصل خط من البدايه للنهايه، بحسب لك النص بكام اللي هي بكام؟ ب 200. جبتها منين؟ ما هي الالف ايكوفالنت جبتها ب 100، 100 في 4 ب 400، نصها كام في النص بالظبط؟ 200. فالقيمه دي ب 200، وانا عارف بقى ان البارابولا بتتعلق منين لفين؟ بتتعلق من هنا لهنا. قيمه بقى السود ده قد ايه؟ تابي ايكوفالنت ال سكوير على 8، هطرح منها الحته اللي فوق دي. طيب الحته اللي فوق دي قد ايه يا باشمهندس؟ ب 200. فيبقى العزم النهائي بكام؟ دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8 ناقص 200. كان بكتب العزم كرموز. المفروض بقى ان العزم ده كله الحته اللي الحسبه اللي حسبتها دي بيساوي ال 400 اللي فوق دي. فيبقى ده ايكوفالنت.
في ال سكوير على 8 ناقص 200 جاب منين ال 200؟ ناقص الحته دي. طب والحته دي جبتها منين؟ الحته دي جبتها اللي هي نص العزم السالب. العزم السالب كان 4 في 100 ب 400، فنص العزم السالب بكام؟ ب 200. فيبقى الحمل او العزم الموجب ده او العزم اللي فوق خالص ده يبقى بيساوي كام؟ دبليو اكويفالنت في ال سكوير على 8 ناقص ال 200 ده. من هنا هتجي لي الدبليو اكويفالنت يطلع معاك ب 18.75 من 100 كيلو نيوتن للمتر. فطريقه الثيتا ام ميثود سهله قوي لو انت بتحسب حمل موزع. تعالى بقى نحسب الكلام ده بس باستخدام الثيتا ميثود. هتلاقي ان الثيتا ميثود هتحسبه ازاي؟ بص كده، الاول الثيتا ميثود الاف ايكوفالنت ب 100 زي ما هي. هتلاقي دايما ان الاف ايكوفالنت اللي على الطرف دي ما بحسبهاش بالثيتا ميثود، دايما بحسبها بالام ميثود. ما بحسبش بالثيتا ميثود غير الاف ايكوفالنت اللي تبقى في نص بحر. امال اللي على الطرف اسهل لك انك تحسبها منين؟ من الام ميثود. ما انت عارف ان الاف ايكوفالنت في 4 متر بيساوي 400، فانت بسهوله تعرف تجيب منين الاف ايكوفالنت من غير ما تدخل نفسك في الثيتا ميثود ولا اي حاجه. طب تعالى يا باشمهندس نحسب بقى الدبليو ايكوفالنت نتيجه الثيتا ميثود. قلت لك الثيتا ميثود بترسم فيها شكل الكابل، مالكش دعوه بشكل العزم. فاكد تاني اهو، الثيتا ميثود بتعامل مع الكابل، الام ميثود بتعامل مع العزم. طب انا عايز اجيب الدبليو ايكوفالنت اعمل ايه؟ مبدئيا انا عايز اجيب كسره الكسره بتاعت مين؟ بتاعت البرابولا دي. فعشان تجيب الكسره بتاعت البرابولا دي هاخد موازي ليه مماس ومماس ويبقى دي الثيتا. بعد كده عايز اجيب الثيتا دي اعملها اجمعها في مثلث. فالمثلث اللي يجمع الثيتا دي وتبقى زاويه خارجه عنه ان اعمل هنا خط جدا. خط مائي. طب المتناول كام بقى كام؟ باشمهندس في كذا حد في كذا حد الصورة مش واضحة عنده. الصورة عندي واقفة أساسا. مين؟ وأنا كمان الصورة عندي واقفة يا باشمهندس. طب ما تقولوا يا جدعان. طب ما يا جماعة أنتوا سايبيننا إحنا. معانا البي دي إف كنا شايفين منه. واقفة من إيه؟ ظهرت. من أول السؤال بتاعي. حرك كده الماوس ولا أي حاجة؟ أهو. لا ثابت الماوس. ثابت الماوس. تمام كده. حرك أهو. بس أنا شغال عندي الصورة عندي ظاهرة عادي. انت عندك طلقه كمان. الله يا اخبقى لسه خلصانه ولسه شحن امبارح ابو شكلك. يعني واقفه من امتى يا جماعه؟ عيد مين؟ عيد منين؟ عيد الصفحه دي تاني يا باشمهندس. عيد الصفحه دي تاني. احنا متابعين معاك في البي دي اف يا باشمهندس. بس الله ونعم الوكيل. بس خلاص بس بس تنجزوا يا جدعان عايزين نفطر. ايه ده يا محسن؟ فين ما تهدى عليا وانا محسن؟ انا صاحي وبركز يعني. بقول لك ايه، انا ما فطرتش واصلا نايم الساعه 3 ونص بالليل، كنت اسجل بريزنتيشن بتاع الساعه 2، فمش فايق لك. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. سيبني في حالي بقى. يلا عشان عايز اروح بقى. عايزين نفطر عند عايز اروح البنك. يلا عايز افطر. يا ابني انت ما عندكش دم يا ابني. شفت انت يا ابني مفيش دم، مفيش بلاد يا ابني خالص. يلا عايز افطر اروح البنك. طيب يا عم تروح البنك معاك فلوس يعني؟ هتروح تسحب ولا تودع ولا تعمل ايه؟ ما عايز اروح وخلاص. في 2 مليون عايز احطهم في البنك. يلا 2 مليون معاك. 2 مليون كنت هتيجي تسمع السكشن ده. يلا مهندس سيد، لو سيد لو معاه 200 جنيه مش هيقعد معانا اصلا. انا بقول كده هروح احط ال 600 جنيه في البوسطه عشان اروح ادفع الفلوس. انا اول مره خلص السكشن بدري. سيبني يا ابني ابوس ايدك. انا فرحان بنفسي. حاضر سيبني بقى. اتفضل. ها الام ميثود يا ابني. نرجع للسلايد اللي فات، ما احنا لازم نجيب الام من هنا. فيبقى الدبليو ده ظاهر كده يا جماعه ولا ايه؟ ظاهر يا رب. فيبقى الحمل الموزع او الحمل المكافئ حمل موزع دبليو ايكوفالنت وحمل مركز اف ايكوفالنت نتيجه ان ده العزم اهو. فالعزم اللي قدامك ده الاحمال اللي تعمل نفس العزم ده حمل موزع في النص وحمل مركز على الطرف. انا عايز بقى احسب الاحمال دي بالطريقتين، الام ميثود والثيتا ميثود. تعال نشوف نعملها ازاي. ظاهره كده يا جماعه، لازم اسال، ما حدش بيتكلم. تمام يا هندسه. تعال اول نحل بالام ميثود. ادي المومنت اللي كنا حسبناه من شويه في السلايد اللي فاتت، وادي الحمل اللي هو المكافئ. الحمل المكافئ ده هرسم له العزم. فعايزين نرسم العزم للحمل المكافئ. اف ايكويفالنت مضروبه في 4، يرسم لك العزم تحت. اكيد اف ايكويفالنت في 4 ده اهي بتساوي العزم اللي فوق ده اللي هو 400. يبقى اف ايكويفالنت في 4 بيساوي 400. يطلع معاك ان الاف ايكويفالنت بتساوي 100، يعني 100 كيلو نيوتن.
يعني الاف ايكوفالنت دي سهله، اكيد الاف ايكوفالنت في 4 بتساوي 400 طبيعي، فيطلع الاف ايكوفالنت بكام؟ ب 100. طب عايز احسب الدبليو ايكوفالنت اللي هو الحمل الموزع. الحمل الموزع ده يا باشمهندس عشان يترسم العزم بتاعه، الاول برسم خط من بدايه للنهايه وارجع اعلق بارابولا، ويبقى السقوط بتاع البارابولا دي بيساوي الحمل الموزع دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8، واطرح منه نص الحته اللي فوق، اطرح منه الحته اللي تحت دي، يبقى الحمل ده كله او السقوط بتاع البارابولا كله اللي هو دبليو ايكوفالنت في ال سكوير على 8، اطرح منه الحته دي عشان اجيب الحته اللي باقيه دي. طب الحته دي بكام بقى اللي فوق دي او اللي تحت دي؟ اسف، الحته دي بتساوي نص القيمه دي. القيمه دي بكام اساسا؟ ب 400، نصها ب 200، يبقى الحته دي كده المومنت عندها ب 200. طب لو عايز تجيب بقى المومنت اللي تحت، يبقى ده بي ايكوفالنت في ال سكوير على 8 ناقص ال 200 ده. طب الكلام ده بيساوي مين بقى؟ الحسبه الجميله دي بتساوي المومنت ال 400 اللي فوق، يبقى ده بي ايكوفالنت ال سكوير على 8 ناقص 200 بيساوي 400. الحسبه دي بتساوي المومنت اللي فوق ده، فيطلع معاك ان الدبليو ايكوفالنت بتساوي 18.75 من 100 كيلو نيوتن على المتر الطولي. صعب يا جماعه؟ لا تمام، واضحه تمام. طب لو عايزين نحسب السيتا ميثود، السيتا ميثود انك ترسم بقى شكل الكابل مبدئيا عشان تحسب بالسيتا ميثود. الاف ايكوفالنت الاسهل ليها انك تحسب بالام ميثود في الحاله دي بس، لانها اف على الطرف، فالكونسنتريتد لود او الاف اللي على الطرف اسهل لها انك تحسب بالسيتا ميثود، لانك عارف ان اف اسف اسهل لها انك تحسب بالام ميثود، لانك عارف ان الاف ايكوفالنت مضروب في الاسبان ده اللي هو ال 4 متر بيساوي ال 400 دي، فانت عارف ان الاف ايكوفالنت بكام؟ ب 100 من غير ما تخش في اي سيتا ولا اي ام، انت عارف ده. طب عايزين نحسب بالسيتا ميثود، هنحسب مين بقى؟ الدبليو ايكوفالنت، لان حسبت الاف ايكوفالنت خلاص. فارسم الاول شكل الكاميرا، شكل الكابل، وقلت لك ملحوظه يا باشمهندس دايما اما اجي احسب السيتا ميثود بتعامل مع شكل الكابل، اما اجي احسب الام ميثود بتعامل مع شكل العزم. فانا هتعامل مع شكل الكابل هنا، ركز بقى، عايز اجيب الدبليو ايكوفالنت، فمحتاج اجيب السيتا بتاعت كسره البارابولا دي. طب فين السيتا اصلا؟ ده البارابولا مكسوره اهو. قلنا السيتا بتاعت كسره البارابولا انك تاخد مماس للبارابولا بتاعتك، فانا هاخد خط مماس اهو وخط مماس اهو، واقول لك دي السيتا. طب السيتا دي يا باشمهندس احسبها ازاي؟ عايز ارسم مثلث يضم السيتا دي جواه، تبقى السيتا ده ايه؟ زاويه خارجه عنه، فاوصل خط من البدايه لنهايه المماس اهو، واسمي ده سيتا واحد واسمي دي سيتا اتنين. طب المسافه اللي فوق دي بكام؟ اتفقنا قبل كده المسافه اللي فوق السنتر لاين بتساوي نص الاكسنتريستي دي، يبقى نص الاي اللي هي 2 من 10. طب المسافه اللي تحت دي بكام؟ المسافه اللي تحت خد بالك هتبقى بتساوي 6 من 10 كلها. غلطتك في الامتحان انك بتنزل المسافه تحت هنا بتساوي 4 من 10. لا، ده انت عشان ترسم البارابولا دي كنت هتعمل ايه؟ ارجع بالراجع بقى، كنت الاول هرسم المماسات دي. طب كنت هرسم المماسات ازاي؟ كنت بنزل من الخط ده، ده بيقول لي سكوير على 8 اللي هي 6 من 10 كلها، وارجع انزل زيها تاني، فيبقى المسافه اللي تحت دي يا باشمهندس بتساوي مجموع المسافتين اللي فوق 6 من 10 يعني. طب والسيتات دي؟ سيتا 1 وسيتا 2. قلت لك بقى ما بتعاملش مع الطول المايل، بتعامل دايما مع الافقي، يعني سيتا 1 بتساوي سيتا 2 بتساوي تان سيتا 1 او تان سيتا 2 اللي هي بتساوي مقابل على مجاور. المقابل بكام بقى؟ 6 من 10 و4 من 10 و2 من 10 يعني 1 و2 من 10. فالسيتا 1 بتساوي سيتا 2، السيتا اسف بتساوي سيتا 1 زائد سيتا 2 بتساوي 2 سيتا 1، والسيتا 1 بتساوي تان سيتا 1 لانها نفس الزاويه صغيره بتساوي مقابل 1 و2 من 10 على 8. فيطلع معاك ان السيتا بتساوي 2 في 1 و2 من 10 على 8 تطلع ب 3 من 10. طب بعد ما حسبت السيتا عايز احسب الدبليو ايكوفالنت. الدبليو ايكوفالنت بتتحسب ازاي؟ بي في ال، بي في سيتا على ال، فالبي ب 1000، السيتا ب 3 من 10 والال بتاعت سعادتك ب 16، يبقى 1000 في 3 من 10 على 16 يطلع لك نفس الرقم 18.75 من 100. فانت يا تحسب بالسيتا ميثود يا تحسب بالام ميثود اللي انت عايزه. صعب يا جماعه؟ لا. انتوا متاكدين 6 4؟ احنا ده بقينا دحيحه في رابعه. ايه ده؟
فين حجاز؟ لا 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 صحيح حجاز صحيح حجاز مش موجود صح كده اه ناس سكشن 4 من السنه اللي فاتت ولا ايه يا باشمهندس ايه سكشن 4 من السنه اللي فاتت اعلى سكشن لا السكشن كنتوا ده كان في سكشن 3 ده هما كان سكشن 3 لا لا دلوقتي بقى سكشن 4 برضك اعلى سكشن هو على طول اعلى سكشن اه يعني هو انت موجود في السكشن فخلاص بقى خلصان حتى مش موجود بس عاوزه حتى ربنا معاكم انتوا بقى يلا سلام لا لسه يا باشا تعالى بس تعالى انت رايح فين تعالى يلا اديك انت اللي انا حسبت على محسن انا حسبت جاي الكوفيلنت لود يا ريس عايز بقى الخطوه الثالثه انك تحسب مين تحسب الديفليكشن والكامبر هو كان عايز يحسب الديفليكشن والكامبر في الميد سبان مره وعند الكابولي مره فتعال نشوف كده لو هنحسبه في الميد سبان لو عايز نحسب في الميد سبان يعني في نص البحر فانا كان عندي الدبليو اكوفيلنت عامله كده حمل موزع ب 18 وحمل مركز ب 100 طب هل يا اسواندس عايز احسب الديفليكشن هنا في النص هنا اعمل ايه بقى قال لك اسهل حاجه انك تحول الحمل المركز ده لمومنت مركز كده قيمته كام 100 في 4 ب 400 وانسى بقى ده خالص يبقى انا يا باشمهندس لو عندي كابولي وفي حمل مركز احوله بس المومنت وانسى بقى خالص بقى المساله بتاعتي سيمبل وعليها مومنت ب 400 كده طيب بعد كده عايز احسب الديفليكشن والكامبر المومنت ده ديله لتحت فبيعمل ديفليكشن الحمل الموزع بيأثر من تحت لفوق فبيعمل ايه كامبر طب عايزين نحسب الدلتا قال لك الدلتا بتساوي الحمل الكامبر او الديفليكشن الناتج من المومنت بالموجب ناقص الكامبر الناتج من العزل او الناتج من الحمل الموزع بالسالب فيطلع كده سالب 5 اللي هو سالب 5 ده بيقل اس 4 على 384 في الاي في الاي زائد ام في ال تربيع على 16 الاي في الاي فيطلع الكلام ده معاك لو هتعوض هيطلع معاك بسالب 9600 على الاي في الاي وكامبر فانا لو عايز احسب في الميد سبان فدي حالات محفوظه حالات محفوظه ازاي حمل موزع ومومنت مركز فانا هحفظك القوانين دي عوض بس بالاشارات صح المومنت لو دول لتحت بيعمل ديفليكشن فيبقى اشارته موجب الحمل بيأثر من تحت لفوق فبيعمل كامبر يبقى اشارته سالب الناتج النهائي هيبقى سالب فمعناه ان هو ايه كامبر طب لو عايزين نحسب بقى الديفليكشن عند الفري اند هو كان طالب كده كان طالب ان يحسب الديفليكشن هنا عند الفري اند هنا الصوره واضحه يا جماعه ولا ايه اه يعني ده سواد عايز يحسب الديفليكشن عند الفري اند هل انا في القوانين المحفوظه اديتك حاله تعرف تحسب بيها الديفليكشن عند كابولي في الطرف لا دايما كنت بديك حالات بتحسب الديفليكشن في نص البحر مفيش ولا حاله بتحسب الديفليكشن عند الكابولي في الطرف طب اعمل ايه بقى عشان احسب الديفليكشن عند كابولي في الطرف هستخدم الكونجكت بيم فيبقى دي مش حالات محفوظه فلازم نستخدم الكونجكت بيم طب بستخدمها ازاي دي بقى يعني ايه كونجكت بيم اصلا طريقه الكاميرا المرافقه بحول الكاميرا بتاعتي الاول لكاميرا مرافقه يبقى طريقه الحل ان احول الكاميرا الاول لكاميرا ايه مترافقه يعني ايه كاميرا مترافقه او كاميرا مرافقه دي احسبها اعملها ازاي قال لك بنحول لو انا عندي ركيزه فيكسد وحته فري فيكسد فري اهو اما تيجي تحولها الفري يبقى فيكسد والفيكسد يبقى فري يبقى ده الكاميرا المرافقه طيب تاني حاجه لو عندي هنج على الطرف بتفضل زي ما هي هنج لو عندي هنج في النص بتتحول لانترميديت هنج ولو عندي انترميديت هنج سبحان الله بتتحول لايه لهنج يبقى لو عندي فيكسد تحول فري لو عندي فري يتحول فيكس هنج على الطرف بتفضل هنج هنج في النص بتبقى انترميديت هنج انترميديت هنج هتبقى هنج يبقى دي الكاميرا الاصليه دي الكاميرات المرافقه ليها الحاجه الثانيه رقم 2 بحط العزم على الكاميرا المترافقه او الكاميرا المرافقه دي بطريقه السوبر بوزيشن وهعلمك يعني ايه دلوقتي رقم 3 بركز العزوم بفصل وبركز العزوم رقم 4 عشان احسب الديفليكشن عند اي حاجه بحسب العزم عند الحاجه اللي هو عايزها دي نتيجه تركيز العزوم يبقى انا الاول بحول الكاميرا لكاميرا مرافقه احمل الكاميرا المرافقه بالعزم بطريقه السوبر بوزيشن اركز العزوم وافصل الكاميرا عن بعضها شايل ومتشال وبعد كده احسب العزم نتيجه تركيز العزوم عند الحته اللي هو عايز يحسب عندها الديفليكشن يبقى رقم 4 لايجاد الديفليكشن يتم ايجاد العزم عند المكان اللي انا عايز احسب عنده الديفليكشن يبقى دي يا باشمهندس خطوات
ان انت تحول كاميرا متوافقه. طب ما تيجي كده نشوف، عايزين نحل المساله بتاعتنا ونحسب الديفليكشن على الطرف خالص. فتعال كده نشوف هنعملها ازاي. انا عايز احسب الديفليكشن على الطرف هنا. فمبدئيا هحول الكاميرا بتاعتي لكاميرا متوافقه. فاعمل ايه؟ الهنج يفضل هنج، الهنج ده هيبقى انترميديت هنج، والفري اللي هناك هتبقى فيكس. فهو يا ريس الهنجد بقى هنج، الهنجد ده بقى انترميديت هنج، ودي بقت فيكس. يبقى دي كده الكاميرا المترافقه بتاعت اللي عندنا دي. بعد كده بحمل الكاميرا المترافقه بالعزوم بالسوبر بوزيشن. بص هعملها ازاي. انا هعتبر بقى ان الكاميرا المترافقه دي المفروض العزم اصلا كان عامل ازاي على الكاميرا دي. لو تفتكر كان عامل كده، العزم كان عامل كده يا شباب. ده كده عزم بالسوبر بوزيشن، ده عزم الحملين موجودين مع بعض في نفس الوقت. طب لو عايز ارسم نفس العزم بس بالسوبر بوزيشن، بص كده، قال لك بكل بساطه هعتبر ان الكاميرا كلها ما عليهاش غير الحمل المركز ده بس. فيبقى العزم هيبقى عامل ازاي كده؟ سالب لتحت اهو، دي السالب لتحت، وبعد كده يتوصل بالصفر لان مفيش اي احمال تانية تنزلني او تطلعني، ده ما عنديش غير الحمل ده. الحاله الثانيه اعتبر ان العزم نتيجه الحمل الموزع بس، مفيش حمل مركز. فلو عندي حمل موزع بس كان العزم هيبقى عامل ازاي؟ برابولا كده. فيبقى ده كده اسمها رسم العزوم بطريقه السوبر بوزيشن، ان بعتبر كل مره ان ما عنديش غير حمل واحد بس على الكاميرا وارسم العزم نتيجه ليه. اما اجي بقى احمل الكاميرا المترافقه ده ايه؟ معلش، هو الحمل الموزع ده لما يرسم برابلا، البرابلا دي مش هتاثر على الفري اند وان هي تاخده معاه في نفس الاتجاه؟ لا مش هيأثر فري اند. ازاي؟ انت لما تيجي تحسب لو انت عندك حمل موزع بس وعايز احسب العزم هنا، مفيش حمل مركز ده، مفيش اي احمال تعمل لي عزم، هيبقى بصفر من الناحيه الفري. بس كنا بنعملها قبل كده، كان بيقول لك دي بتاثر على دي لان دي هتطلع لفوق، فالديسبيسمنت هتاثر على الجزء ده. العزم يا مايكل مش الديفليكشن. ده عزم مش ديفليكشن، انا بقول لك على العزم. خلاص ماشي، بس هو في الطبيعي هو بيأثر عليه صح؟ هي بتاثر اه، بس حاجه بسيطه قوي يعني، مش اللي في دماغك برضه. تمام. فيبقى ده كده طريقه السوبر بوزيشن، انك ترسم كل عزم لوحده اكنه هو بس اللي موجود. العزم ده بقى ده اللي هنحمله على الكاميرا المترافقه، اللي هو العزم المرسوم بالسوبر بوزيشن ده. فيبقى تحمل الكاميرا المترافقه بالعزم بالسوبر بوزيشن ده، بيقول سكوير على 8 ب 16 حسبتها لوحدها اهو، والتاني 400 واوصل بالصفر اكن ما فيش غيره. بعد كده بفصل واركز العزم، هفصل سالب ومتشال. تتوقع مين شايل مين؟ طبعا سعادتك بقى خبير استراكشر، فيكسد فري هيبقى شايل الحته دي، افصل من انترميديت هنج، فيبقى ده سيمبل ومتشال على فيكسد فري. فهو يا عم ده ايه متشال دي. وركز بقى الاحمال، بركز العزم ده ازاي؟ بركز العزم ده ازاي؟ العزم برابل تركيزه تلتين القاعده في الارتفاع، فيبقى تلتين القاعده دي بكام؟ ب 16 اللي هي 8 و8، يبقى تلتين القاعده اللي هي 16 في الارتفاع اللي هو 600. فيبقى التركيز ده تلتين في 16 في 600. طب العزم ده كان بكام؟ كان ب 400، كنا حاسبينه من شويه 100 في 4. طب تركيز المثلث بكام؟ نص ال 400 في 16 اللي هي نص الارتفاع في القاعده، فيبقى نص في 400 في 16 يديك 3200. كده فصلت وركزت، ناقص لي الحته اللي على اليمين اهي، كان عليها عزم ب 400 تركيزه بكام؟ نص في 400 في 4، فيديك التركيز ده ب 800. بعد كده يا باشمهندس انا عايز اجيب، افتكر بس، انا عايز اجيب الديفليكشن عند الناحيه الفري ده اهي. فعشان اجيب الديفليكشن عند الناحيه الفري هاخد العزم نتيجه الاحمال المركزه من العزوم. انت ركزت العزوم اهو، هاخد العزم بقى عند الطرف ده. يبقى انت يا باشمهندس بالراحه كده عايز تجيب الديفليكشن هنا، فبتحول الكاميرا متوافقه تحملها بالمومنت سوبر بوزيشن وتركز العزوم. وبعد ما تركز تجيب المومنت هنا، اما احسب المومنت هنا ابقى اكني حسبت بالظبط مين؟ اكني حسبت بالظبط الديفليكشن. طب ركز معايا كده، انا عشان احسب المومنت هنا هيبقى 800 في المسافه دي. هل يا باشمهندس العزم هنا بيساوي 800 في المسافه دي بس؟ حد عنده اجابه؟
تمام. في كره طيبه ولا شغال؟ هو كمان جايه من فوق لتحت. في كره جايه منين؟ جايه من رد الفعل ده. هو انا مش عندي الكاميرا دي سيمبل ومتشال على الكاميرا فيكسد فري؟ طبعا تنسى انك تحسب لها رد الفعل ده بكام. احسبه ازاي بقى؟ اخد المومنت هنا بصفر نتيجه الاحمال المركزه دي، يبقى 6400 في 8 زائد 3200 في تلتين ال 16 عشان ده على بعد التلتين من الناحيه دي. الكلام ده بيساوي الرياكشن اللي انت عايزه مضروب في 16، يجيب لك الرياكشن ده بكام استراكشر. يعني اكنها كاميرا وعليها حمل مركز كده من فوق لتحت، من تحت لفوق، وحمل مركز من فوق لتحت، تجيب الرياكشن ده. فيبقى الرياكشن ده قيمته بكام؟ يطلع ب 1066 وتلتين لتحت. طب ده نزل لتحت كده، ده الرياكشن. يتعجز هنا اكشن، فيبقى تعكس اشارته، يعني من فوق، من تحت لفوق 1066 وتلتين. تحسب بقى المومنت هنا يا باشمهندس، خلصت خلاص. بس وانا بحسب المومنت ادي لمين اشاره موجب وادي لمين اشاره سالب عشان اعرف هو كامبر ولا ديفليكشن. دايما الاشارات لو دي للسهم لتحت يبقى الاشاره موجب زي الديفليكشن بالظبط، لو دي للسهم لفوق يبقى الاشاره سالب. يعني ال 1066 وتلتين دي هتنضرب في المسافه اللي هي 4، ودي للسهم بتاعها هيبقى لتحت، يبقى الاشاره بتاعتها موجب ولا سالب؟ يبقى موجب. ال 800 هتنضرب في تلتين ال 4، ال 800 هتنضرب في تلتين ال 4، اشارتها موجب ولا سالب؟ دي للسهم فوق تبقى سالب. يبقى انت لو عايز تحسب ديفليكشن 1066 وتلتين مضروبه في 4 بالموجب لان دي للسهم بتاعها لتحت، ناقص 800 في تلتين على ال 4، بس بنضرب كمان في 1 على الاي اي. ليه يا باشمهندس؟ لان المومنت اللي انت هتحسبه هنا ده هيحسب لك الرقم اللي مقسوم على الاي اي، فيطلع الرقم ده معاك بموجب 2133 على الاي اي موجب يعني ديفليكشن. فتحسب تاني يا باشمهندس لو عايز تحسب المومنت او اسف الديفليكشن عند قيمه مش محفوظه، بعمل طريقه الكاميرا المرافقه. طب الكاميرا المرافقه دي بتعمل ايه؟ الاول تحول الكاميرا بتاعتك لكاميرا مرافقه بالاشارات بالكلام ده، الفيكسد يبقى فري والفري يبقى فيكسد، الهنج الطرفي يفضل هنج الطرفي، الهنج الوسطي يبقى انترميديت هنج، والانترميديت هنج تبقى هنج. طيب بعد كده بحط العزم على الكاميرا المرافقه بطريقه السوبر بوزيشن، بعد كده بفصل واركز العزوم، وبعد كده بوجد الديفليكشن ان اجيب المومنت عند الحته اللي انا عايز احسب عندها الديفليكشن مع الاي اي. عملنا الكلام ده في المساله بتاعتنا. ولاحظ يا باشمهندس ان انت دايما اما تيجي تجيب المومنت عند الحته اللي انت عايز تحسب عندها الديفليكشن، العزم اللي بيدور بالموجب اللي بيدور تحت يبقى موجب، والعزم اللي بيدور دي للسهم بتاعه لفوق يبقى بالسالب، عشان الاشاره اللي هتطلع لك تحكم عليها انت ديفليكشن ولا كامبر. حد عنده مشكله في ده يا جماعه؟ هندسه بعد اذنك في سؤال. اتفضل. هو بالنسبه للديفليكشن والكامبر هو بيحصل في الاليمنت كله ولا في الكابل نفسه؟ لا في الاليمنت كله طبعا. طب هو ليه اللي هي الصور بتاع البريستريسد وكده قبل الصب اصلا بيبان ان الكابل نفسه فيه كامبر وديفليكشن كامبر وديفليكشن؟ حسب وضع الكابل. يعني هو قبل الصب اصلا احنا بنحط الكابل يا اما بالرخيه بنخليه كامبر لفوق او لتحت عشان الشد بتاعه، يعني احنا لما بنشده ويجي ينضغط يبقى القوه بتاعته مظبوطه بالظبط، يعني يدي نفس الشكل بتاع المومنت. توقع كده الكابل كده، بص توقع كده ان انت الكابل بتاعك مشدود كده او انت كنت مركيه كده من الاول. تمام، يعني انت رسمه كده اساسي وشدته بقى، شدته لفوق وبعد كده قطعته فانضغط، فتلاقي ان القوه الضغط دي بترجع تشكل الكابل تاني، فتخلي الكابل يتشكل ينزل لتحت اكتر. فده ما كانت مثلا الاي بنص زي ما انت مصمم، تلاقي ان الاي وصلت 6 من 10 او 7 من 10. فنقول لك لا، احنا في البدايه خالص هنخفف الاي بتاعتك، نخلي الاي مثلا 3 من 10 وانت بتنفذ، عشان لما تيجي تقطع الكابل هتلاقي ان قوه الضغط دي بتاثر على الكابل، فتنزل الكابل تاني شويه، تنزله المسافه بقى اللي احنا عايزينها. تمام، دي حاجه التنفيذ مالناش دعوه بيها. امال الطبيعي ان الكابل بيأثر على الخرسانه الضغط والخرسانه عايزه تتشكل لتحت، فمجموع الاثنين دول بيعملوا يا كامبر يا ديفليكشن. تمام يا هندسه. تمام، حد عنده سؤال يا جماعه؟
انا مصدق نفسي ان انا خلصت بدري، ودي حاجه تسجل للتاريخ يعني. طبعا الاساس ده هيبقى يوم تاريخي. الاونلاين حلو والله، انا اخلص قبل الميعاد شاكر للحسن. مخلص نص ساعه بدري انت متخيل؟ ده عشان نور قطع الجهاز. هنجيب لك ما حصل بره الملعب دلوقتي، عمره ما حصل فعلا. لا وبعدين اسامه يعني بقول لك اسامه محذرني يقول لي انت مش هتخلص السكشن ده في ساعتين يعني، ده صح جازي ما جاش موضوع على السن بتطول على طول. اه ما احنا مالنا بيه حجازي، حجازي النور قطع عنده هندسه معلش. لا لا معلش ايه الحمد لله. اسمع بقى زيد فضل خلاص خدوا خدوا حضور معانا يعني، الراجل ما بيفوتش حضور يا عم، حضور ان شاء الله ما تقلقش. المهم بس يا شباب في سيكشن اضافي، انا لو اعرف اصلا انا خلص سيكشن بدري كده كنت خدت الثلاث امسيات الثانيين. صحيح يا باشمهندس، انا شفت حاجه كده شكلها حلو يعني، لقيتك كده عامل اساينمنت على البروجكت يعني كده خلاص احنا هنسلمه. لا لا مش انا، مش انا لا والله ما انا ما اعرفش اصلا بيتعمل اساينمنت ازاي على التيمز، بس هو فعلا في اساين بروجكت. يا سيلم انت فرحان بالموضوع ليه؟ في ايه؟ وانت يعني عايز ترسمه على لوح كده يتعمل؟ انا مالي يا عم، انا عن... اه يا جماعه المشروع هتسلم مانوال للاسف يعني. انا هصممه برامج هندسه، انا صممته خلاص. خلاص صممه برامج، صممه برامج بس ارسم مانوال، ارسم على A3 يا عم، اي اي 4. طب انا عايز اسالك حاجه، انا عايز اسالك يعني حتى ممكن نرسم على ورق صغير عادي؟ اه A3 او A4 انت هتصور بقى. طب انا هقفل التسجيل علشان بس ما يطولش. هي دي المشكله.